بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الرابعة عشرة. سؤاله الثاني يقول: لقد من الله علي واشتريت قطعة أرض لبناء بيت عليها، وذلك منذ 3 سنوات بمبلغ 2000 جنيه، وبعد شرائها والشعور بنعمة الله علي نذرت أنني عند بنائها سأعمل الطابق الأرضي كله مسجدا ويكون البيت في الدور العلوي، وقلت أمام أقاربي وأصدقائي نذرت أن أعمل هذا العمل، ولكنني وجدت أن إمكانياتي المالية لن تسمح لي بالبناء نظرا لتكاليف البناء الكبيرة، وسوف أقوم في الشهور القادمة ببيع هذه الأرض إن شاء الله، فأرجو إفادتي ماذا أفعل في هذا النذر؟ ولو بعت هذه القطعة فهل يسقط عني أم لا بد من عمل شيء بدلا عنه؟ ثانيا، بالنسبة للزكاة عن هذه القيمة، هل أخرج قيمة الزكاة عن المبلغ الذي اشتريتها به فقط ومن تاريخ شرائها، أم أخرج الزكاة عن المبلغ الذي ستباع به؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير. الذي يظهر من سؤالك أنك نذرت أن تجعل هذه الأرض، أن تبني هذه الأرض التي اشتريتها، تجعل الدور الأرضي منها مسجدا. نعم. وأنك نذرت هذا النذر شكرا لله على أن يسر لك هذه الأرض، ولكنك في الوقت الحاضر لا تستطيع عمارتها، وتسأل هل يجوز لك بيعها؟ لا، لا يجوز لك بيعها، لأنك نذرت أن تجعلها، أن تجعل الدور الأرضي منها مسجدا. نعم. وأن تجعل ما فوقه سكنا. فما دام أنك لا تستطيع بناءها في الوقت الحاضر فإنك تنتظر إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى بناءها وتنفذ ما نذرت، لأنك لم تيأس حتى الآن من عدم القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر الذي نذرته. يعني يبقى النذر دينا في ذمته حتى يستطيع وينتظر. نعم، وينتظر. يترك الأرض وينتظر إلى أن ييسر الله بناءها وتنفيذ هذا النذر، فإذا يأس من ذلك ويأس من القدرة على بنائها وتنفيذ هذا النذر حين ذاك يسأل أهل العلم، أما الآن فالذي أراه أنه ينتظر ولا يبيع هذه الأرض لعل الله ييسر لها بناء. نعم. نعم. إذن ما على هذا ليس عليها زكاة ما دام يقصد البناء عليها؟ يبقيها. نعم، يبقيها انتظارا لتنفيذ ما نذر فيها، ولا عليها زكاة في هذه الفترة. نعم، أحسن الله إليكم. هذان السؤالان أو هي في الواقع 3 أسئلة من الإخوة من المغرب، الحسين بولي وزملائه، وقد سبقت الإجابة على بعض أسئلتهم. سؤاله يقول: إمام المسجد عندنا في الحارة الإمام الراتب يرتكب بعض الأخطاء أثناء الصلاة، وهي أخطاء لاحقة به لا يتخلص منها، ومنها أنه لا يقرأ القرآن جيدا، بمعنى أنه لا يعطي كل حرف حقه ولا يقف في الوقف بل يقف في المنع، ويزداد هذا أكثر في رمضان أثناء صلاة التراويح. ومن الأخطاء كذلك أنه يعبث بأصابع يده ويحرك قدميه ولا يتركهما ثابتتين على الأرض. وسؤالنا: هل نحن على حق عندما هجرنا المسجد ولم نعد نصلي وراء هذا الإمام، أم أن صلاتنا وراءه صحيحة رغم هذه الأخطاء؟ ولا ننسى أن نذكر بأنه يكتب التمائم للناس بآيات قرآنية. مما لا شك فيه أنه ينبغي أن يكون الإمام على صفة لائقة من العلم ومن التقوى ومن إتقان الصلاة، وأن يكون قدوة حسنة يقتدى به في الخير، لأن الإمام ضامن كما في الحديث، فهو يتولى مسؤولية عظيمة ويتولى أداء فريضة عظيمة ويقوم بعمل جليل، فينبغي أن يكون على مستوى جيد من العلم والعمل، كما أن عليه أيضا أن يهتم بأداء الصلاة على وجهها ويحذر من العبث في أثناء الصلاة كما ذكر، أنه يكثر الحركة ويكثر العبث بيديه، هذا أمر لا يليق بالمصلي عموما إماما أو مأموما. المصلي مطلوب منه الخشوع في الصلاة والطمأنينة، قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والسكون في الصلاة وعدم الحركة دليل على خشوع القلب، والحركة والعبث دليل على عدم الخشوع في الصلاة. أما من حيث ما ذكر السائلون من أنه لا يجيد القراءة، كذلك ينبغي أن الإمام يختار على مستوى جيد في القراءة، لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ولكن إذا كان ما ذكروا إنما هو أمر يسير، أنه لا يجيد التجويد
في القراءة، فهذا لا يؤثر على صحة الصلاة، صلاته صحيحة وإمامته صحيح، وما دام أنه نصب من قبل المسؤولين إماما للمسجد فإنه لا ينعزل بذلك، إنما تبطل صلاته لو لحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة. نعم. لو لحن لحنا يحيل المعنى في قراءة الفاتحة أو ترك منها تسديدة أو حرفا فإنه بذلك لا تصح إمامته إلا بمن هو مثله. أما بالنسبة للتكميلات في القراءة وتجويد القراءة على المستوى الرفيع فهذا إن حصل فهو شيء طيب، وإن لم يحصل فإن الصلاة تصح بدونه. وأما اعتزالكم المسجد فلا أرى له مبررا إلا إذا كان هذا الإمام يلحن لحنا يحيل المعنى، أو كان هذا الإمام فاسقا يرتكب شيئا من الكبائر. أما ما دام المسألة التي تلاحظ عليها أنه لا يريد القراءة الإجادة الراقية فهذا لا يقتضي أن تعتزلوا المسجد. وأما ما ذكرتم من كتابته التمائم، التمائم فيها تفصيل، إن كانت هذه التمائم فيها ألفاظ شركية ودعاء لغير الله عز وجل وأسماء مجهولة فهذه لا تجوز كتابتها ولا استعمالها بحال بإجماع أهل العلم، لأنها شرك. أما إذا كانت هذه التمائم مكتوبة من القرآن ومن الأدعية المباحة أو الأدعية الواردة فهذه محل خلاف بين أهل العلم، منهم من أجازها ومنهم من منعها، والمنع أحوط، لأن في فتح الباب كتابتها وتعليقها وسيلة إلى التمائم المحرمة، ولأن في كتابة القرآن على صفة تمائم وحروز في ذلك تعريض لإهانته ودخول المواضع التي لا يجوز دخوله فيها. فالحاصل أن كتابة التمائم إن كانت بألفاظ شركية وبأسماء مجهولة وبدعاء لغير الله واستنجاد بالشياطين والمخلوقين والجن هذه ألفاظ شركية، وكاتبها والذي يستعملها وهو يعلم ما فيها يكون مشركا. أما مدى إن كانت من القرآن فالأحوط تجنبها وتركها وعدم استعمالها. جزاكم الله خيرا. يقول: وقع علي حادث سيارة قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص، وقد دفعت جزءا من الدية لورثته وتنازلوا عن الباقي، ولكن قيل لي إنه يلزمني كفارة وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، فأما الصيام فلا أستطيعه لكوني موظفا حكوميا وفي عمل لا أستطيع الجمع بينه وبين الصيام، وفي حاجة إلى مواصلة العمل فهو مصدر رزقي بعد الله، ولكن أسأل هل أعدل إلى الإطعام وما هي كيفيته، وما العمل لو كنت عاجزا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر، هل يبقى دينا في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه أم أعفى منه، أفيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، قال الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلى قوله تعالى: فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فمن قتل مؤمنا خطأ أو قتل معاهدا فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى على الترتيب بين شيئين: الشيء الأول عتق رقبة، فإذا وجد الرقبة وقدر على شرائها وجب عليه أن يعتقها، أو كانت في ملكه فإنه يجب عليه أن يعتقها كفارة عما وجب عليه، وإذا لم يستطع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين. وليس هناك شيء ثالث، فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان. أما القتل ليس فيه إلا خصلتان على الترتيب: الأولى العتق والثانية الصيام. وأنت أيها السائل يجب عليك أحد أمرين: إما العتق إذا قدرت عليه، وإما صيام شهرين متتابعين. وإذا كان حالك كما ذكرت لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك إلى طلب الرزق الذي تسد به حاجتك، فهذا لا يسقط عنك الصيام، يبقى في ذمتك وتتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها تستطيع ذلك، مثل الشتاء ووقت مثلا البرد الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، تؤخر الصيام مثلا إلى فصل الشتاء وتصوم، وهذا شيء يجب عليك، كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل، لأن كلا الصومين واجب عليك شرعا، فيجب عليك أن تصوم ولو كان في ذلك بعض المشقة أو المشقة المتحملة. وإن كان هناك مشقة غير متحملة فإنك ترجع الصيام إلى وقت آخر كما ذكرنا. على كل حال لا بد من الصيام، والإطعام لا يكفي في كفارة القتل. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع صالح عواد خلف من ضواحي الرياض،
يقول: نحن نملك عددا من الأغنام وما ينتج عنها من فضلات وروث أجلكم الله، نجمعه ونكدسه، ولأننا لا نملك مزارع لنستفيد منه فإننا نسأل: هل يجوز بيعه ويحل أكل ثمنه أم لا يجوز؟ لا بأس ببيع السماد الطاهر مثل سماد الأغنام والإبل والبقر، وروث ما يؤكل لحمه طاهر وبيعه لا بأس به وثمنه طيب لا حرج فيه. إنما الذي فيه الاشتباه والإشكال هو السماد النجس أو المتنجس، هذا هو الذي فيه الإشكال وفيه الخلاف. أما السماد الطاهر الذي من حيوان مأكول، هذا لا بأس باستعماله ولا بأس ببيعه وأكل ثمنه. نعم. هذا أيضا سؤال من الأخت المستمعة سعاد أحمد من المدينة المنورة، تقول: توفي أخي وترك عندي مبلغا من المال قدره 80,000 ريال أمانة عندي، وله ولد وبنت، فأتى إلي أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ، فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك. ثم جاءت البنت وقالت: ما تركه والدي أمانة عندك، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها، فوزعت المبلغ المذكور بينهما بالتساوي، فأعطيت الولد مثل ما أعطيت البنت 40,000 ريال لكل منهما. فسألت أحد العلماء فقال: أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا، وماذا علي أن أفعله الآن؟ أولا، مماطلتك في حق الورثة شيء لا يجوز لك، فالواجب أداء الأمانة لأهلها. ثانيا، قسمتك المال بين الذكر والأنثى سواء، وهم ليسوا في حكم الله سواء، قوله تعالى وإن كان لقوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فالأولاد إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى. فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء، ويلزمك إن أمكن أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها ودفعها لأخيها، يلزمك ذلك، أو إن سمح أخوها بحقه لها فلا بأس بذلك أيضا. أما إذا لم يسمح هو بحقه ولم تستطيعي سحب الزائد من البنت، فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه. الله تعالى أعلم. يعني كان عليها أن تفترض أنهم 3 فتعطي الولد حق 2 من هذه 80 والباقي للبنت. نعم. نعم. إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم. نعم. إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم، المهم أن للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء فيها هذه 80 إن لم يكن هناك غيرهم أو في نصيبهم منها. نعم. يعني حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتسلمه إليهما. نعم. بعد وفاته هو ميراث، يعني يعتبر ميراث، يعتبر ميراثا. نعم. نعم. بعد وفاة والدهما يعتبر ميراث. نعم. هذا سؤال من المستمع محمد لاحق الزهراني من الرياض، يقول: لي أخ شقيق وهو ميسور الحال وأنا فقير إلى الله، طلب مني في يوم من الأيام أن أقوم بمسح أرض لنا على أن نقيم عليها بيتين، بيت لي وبيت له، ولعدم قدرتي على تكاليف البناء وافقت معه، وقد عملت في بيته حتى أوشك على الانتهاء، فطلبت منه أن نبدأ في بناء بيتي حسب الاتفاق، ولكنه رفض وضرب بالاتفاقية التي بيننا عرض الحائط، علما أنني شاركت في بناء بيته بجهدي وهو بالمال، والأرض التي أقيم عليها البيت عائدة لوالدنا وقد ورثها عن والده، فهل يحق لي أن أطالبه بنصف البيت أم لا؟ وهل يحق لوالدنا أن يعطيه صكا شرعيا على الأرض بعد علمه بما حصل بيننا، أم أستحلفه على عدم الاتفاق بيننا، علما أنه اتفاق شفهي فقط ولا يوجد ما يثبته كتابيا ولا شهودا؟ هذه قضية فيها طرفان. نعم. أو فيها 3 أطراف، أنت وأخوك والوالد، فيها نزاع، وهذا مرده إلى القاضي، عليك أن ترفع بشأن القضية إلى القاضي، والقاضي يتولى فصل النزاع فيها إن شاء الله. يقول أيضا: قد ورثها عن والده، بينما يبدو في آخر سؤالي أن الوالد لازال حيا. هو هذا، نحن نعم. قلنا أن القضية فيها 3 أطراف. نعم صحيح، فيها الوالد وفيها الأخوان وفيها نزاع بين الأطراف، هذه لا ينهيها إلا القاضي. نعم. هذا السائل مصطفى عمر محمود، مصري يعمل بالعراق،
له سؤالان. يقول: كان يوجد في قريتنا رجل صالح، فلما مات قام أهله بدفنه في المسجد الصغير الذي نؤدي به الصلاة، والذي بناه هذا الرجل في حياته، ورفعوا القبر عن الأرض ما يقارب مترا وربما أكثر، ثم بعد عدة سنوات قام ابنه الكبير بهدم هذا المسجد الصغير وإعادة بنائه على شكل مسجد جامع أكبر من الأول، وجعل هذا القبر في غرفة منعزلة داخل المسجد، فما الحكم في هذا العمل وفي الصلاة في المسجد؟ بناء المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد هذا أمر يحرمه الله ورسوله وإجماع المسلمين، وهذا من رواسب الجاهلية، قد كان النصارى يبنون على أنبيائهم وصالحيهم المساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال عليه الصلاة والسلام: أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على مسجدي على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسلك هذه الأمة ما سلكت النصارى والمشركون قبلهم من البناء على القبور، لأن هذا يفضي إلى جعلها آلهة تعبد من دون الله عز وجل، كما هو الواقع المشاهد اليوم، فإن هذه القبور والأضرحة أصبحت أوثانا عادت فيها الوثنية على أشدها، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والواجب على المسلمين أن يحذروا من ذلك وأن يبتعدوا عن هذا العمل الشنيع، وأن يزيلوا هذه البنايات الشركية، وأن يجعلوا المقابر متحدة عن المساجد. المساجد للعبادة والإخلاص والتوحيد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، والمقابر تكون لأموات المسلمين، تكون متحدة كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة. أما أن يدفن الميت في المسجد أو يقام المسجد على القبر بعد دفنه، فهذا مخالف لدين الإسلام، مخالف لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين، وهو وسيلة للشرك الأكبر الذي تفشى ووقع في هذه الأمة بسبب ذلك. الحاصل أنه يجب عليكم أيها السائل وكل من يسمع من المسلمين، يجب عليهم إزالة هذا المنكر الشنيع. هذا الميت الذي دفن في المسجد بعد بناء المسجد واستعماله مسجدا ثم دفن فيه هذا الميت، الواجب أن ينبش هذا الميت وينقل ويدفن في المقابر، ويطهر المسجد من هذا القبر، ويفرغ للصلاة والتوحيد والعبادة. هذا هو الواجب عليكم. نعم. وقبل إزالة هذه الجثة، وقبل إزالة هذا القبر من المسجد لا تجوز الصلاة فيه. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، أي اتخاذها مصليات، ولو كان المصلي لا يقصد القبر وإنما يقصد الله عز وجل بصلاته، لكن صلاته عند القبر وسيلة إلى تعظيم القبر وإلى أن يتخذ القبر وثنا يعبد من دون الله عز وجل. نعم. وكذلك رفعه عن الأرض، كذلك رفع القبر، السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر يدفن بترابه ويرفع عن الأرض قدر شبر، نعم، ويكون مسنما حتى يعرف أنه قبر، ولا يرفع أزيد من ذلك، ولا يبنى عليه، ولا يتخذ عليه حائط أو تحجير، إلا بقدر ما يحفظ القبر وتراب القبر من مثلا الامتهان. نعم. أما أن يبنى عليه بناء مرتفعا أو أن يقام عليه مسجدا، فهذا كله من عوائد الجاهلية المخالفة لهدي الإسلام، إن دين الإسلام قائم على التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل وسد الطرق المفضية إلى الشرك، هذا هو دين الإسلام الحق. نعم. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: أنا شاب متمسك بديني والحمد لله، وقد قررت الزواج من فتاة، ولكن أهلها في وقت الخطبة أقاموا حفلا كبيرا وأحضروا فرقا غنائية، وحدث في هذا الحفل ما يتنافى مع تعاليم ديننا الحنيف، وكان ذلك على غير إرادتي، فقد حذرتهم من ذلك ولم أساهم معهم بشيء في تكاليف ذلك الحفل، ولكني أخشى أن يتكرر هذا في يوم الزفاف، ولذلك فقد حذرتهم من مثل ذلك ولو وصل الأمر إلى فسخ النكاح، فهل أنا على حق في إصراري هذا حتى لو أدى إلى الطلاق أم لا؟ وما هي نصيحتكم إلى مثل هؤلاء من الذين يسرفون في حفلات الزواج ويخسرون المبالغ الطائلة فيما لا فائدة منه، بل قد يجنون منه الإثم والغضب من الله؟ أولا نشكر السائل على غيرته لدينه وعلى إنكاره المنكر
ونرجو أن يثيبه الله وأن يثبته على إنكار المنكر. ولا شك أن إقامة هذه الحفلات عند العقد أو عند الدخول أنها مخالفة لما جاءت به الشريعة من تيسير الزواج وتخفيف من مؤونته والإعانة عليه بكل الوسائل الممكنة. فهذه الحفلات إذا خلت من المنكر فهي إثقال لكاهل الزوج وإسراف وتبذير، أما إذا اشتملت على منكر وعلى أغاني كما ذكر السائل أو ربما على اختلاط بين الرجال والنساء ومنكرات فهذه جريمة أخرى ومنكر آخر. الحاصل أنه لا يجوز إقامة مثل هذه الحفلات لما فيها من الإسراف والتبذير وعرقلة الزواج بالنفقات الباهظة ولما فيها أيضا وهو أعظم من المنكرات التي تكتنفها. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يتجنبوا مثل هذه الأمور. والاحتفال وقت الدخول إذا خلا من المنكرات وخلا أيضا من الإسراف والتبذير، يعني يجتمع مثلا النساء على حدة ومستورات في مكان صين وحصل شيء من الضرب بالدف لإعلان هذا النكاح، فهذا لا شيء طيب وهذا سنة. أما أن يكون هناك حفل مختلط يكون فيه أصوات مطربين مطربات ويكون هناك شيء من المحرمات فهذا لا يقره الإسلام، وهذا فوق كون هذا من الإسراف والتبذير وعرقلة أمور الزواج. فالحاصل أنك على حق أيها السائل في إنكارك لهذا في إنكارك لهذا الصنيع، وعليك أن تستمر في الامتناع منه والإنكار عليهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بك وأن تكون قدوة صالحة لغيرك. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ صالح بن فوزان الفوزان مدير المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على إجابته عن أسئلة الإخوة عين ميم ألف من الطائف الشؤون الصحية، والمستمع صالح عواد خلف من ضواحي الرياض، والأخت المستمعة سعاد أحمد من المدينة المنورة، والأخ المستمع محمد لاحق الزهراني من الرياض، وأخيرا على سؤالي الأخ مصطفى عمر محمود مصري يعمل بالعراق. إخوتنا الأعزاء، لكم شكرنا أيضا وإلى اللقاء، والسلام عليكم.